بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحقيبة التدريبية لمسابقة موهوب 2023 المرحلة الثانية. المعادلات من الدرجة الثانية، كيف أحكم على أن لدي معادلة من الدرجة الثانية إذا كانت مرفوعة إلى القوى 2؟ بمعنى إذا كان لدي معادلة مرفوعة إلى الأس 2، إذن هي عبارة عن معادلة من الدرجة الثانية. الصيغة العامة لمعادلات من الدرجة الثانية AX تربيع زائد BX زائد C يساوي الصفر، حيث أن A لا تساوي الصفر. تحل بطريقة رياضية باستخدام القانون العام، وهو عبارة عن X يساوي سالب B موجب أو سالب الجذر التربيعي ل B تربيع ناقص 4AC على 2A. ويمكن أيضا نتأكد من حلنا باستخدام الآلة الحاسبة. كيف أنا أوجد قيم الـ A؟ الـ A أوجد قيمتها هي عبارة عن العدد الذي مقابل X تربيع، وقيمة الـ B هو العدد الذي مقابل X، وقيمة C هو عبارة عن العدد الثابت اللي موجود في الحد الثالث من المعادلة. لدي الآن تدريب حل المعادلات التالية بالنسبة إلى المتغير X باستخدام القانون، ويريد مننا أن نتأكد من حلنا باستخدام الآلة الحاسبة. لدي الآن هذا التدريب. عندي هنا الآن معادلة من أي درجة؟ أحسنت، من الدرجة الثانية لأنها مرفوعة إلى الأس 2. وأنت تعرف أن المعادلات من الدرجة الثانية تحل باستخدام القانون العام، وهو عبارة عن X يساوي ناقص B موجب أو سالب الجذر التربيعي B تربيع ناقص 4AC على 2A، وهو عبارة عن القانون العام لحل المعادلات من الدرجة الثانية. طيب أنا كيف أوجد قيمة الـ A والـ C والـ B؟ لابد أني أكتب في المقابل لحد ما أتمكن من التدريب الصيغة العامة لمعادلات من الدرجة الثانية، هي عبارة عن AX تربيع زائد BX زائد C، وهو العدد الثابت يساوي صفر. في المقابل لو لاحظت عزيزي أن قيمة الـ A عبارة عن 2، وقيمة الـ B عبارة عن 5، وقيمة الـ C عبارة عن 3. إذا أنا عندي هنا قيمة الـ A عبارة عن 2، وقيمة البي عبارة عن 5 مع الانتباه للإشارات، وقيمة السي عبارة عن 3، ولابد أن ننتبه من الإشارات. الآن نبدأ نحل المعادلة باستخدام القانون. إذا ناقص بي، كم قيمة البي؟ أحسنت، 5 موجب أو سالب الجذر التربيعي لبي تربيع اللي هي 5 تربيع ناقص 4 في A في C. أنا عندي قيمة الـ A 2 وقيمة الـ C 3، إذا ناقص 4 A 2 في C اللي هي عبارة عن 3 على 2 A اللي هي عبارة عن 2 في 2. إذا أنا حصلت على ناقص 5 موجب سالب الجذر التربيعي 5 تربيع، إذا 25 ناقص 4 في 2 في 4 في 2 8، 8 في 3 كم؟ 24 على 2 في 2 اللي هي عبارة عن 4. إذن X تساوي ناقص 5 موجب أو سالب الجذر التربيعي 25 ناقص 24، إذن 1 على 4. إذن هنا الآن يعطيني عبارة عن ناقص 5 موجب أو سالب جذر 1، إذن 1 على 4. لو تلاحظ عزيزي وعزيزتي، أنا لدي هنا موجب، إذن إما تكون الـ X آخذ قيمة الجذر بالموجب، إذن X تساوي سالب 5 مرة آخذ قيمة الجذر بالموجب 1 على 4، إذن يعطيني ناقص 4 على 4، إذا ناقص 1، وهذه هي عبارة عن القيمة الأولى. وبإمكاني أني أخذ القيمة
القيمة الثانية وهي بإشارة سالبة، فأوجد قيمة x بالإشارة السالبة، فنحصل على أن x تساوي سالب 5 سالب 1 على 4، إذن سالب 6 على 4. إذن أختصرها، فيها 2، إذن سالب 6 على 2، إذن سالب 3 على 2. إذن أنا أوجدت حل هذه المعادلة باستخدام القانون. هو يريد مننا أن نتأكد من حلنا باستخدام الآلة. إذن نستخدم الآلة الحاسبة، نضع بسط ومقام سالب 5 موجب، ناخذها بالقيمة الموجبة أول حاجة، موجب الجذر التربيعي لخمسة تربيع ناقص 4 في 2 في 3 على 2 في 2 اللي هو عبارة عن 4، عطانا الجواب سالب 1. إذن هذا بالمثل، لو لاحظت هذا بالمثل قيمتها في الآلة الحاسبة ومثل لقيمة حلنا. الآن نأخذ قيمة الجذر التربيعي بإشارة، نأخذ قيمة الجذر التربيعي بإشارة ثانية، عفوا بالإشارة الثانية وهي اللي هي عبارة عن بالقيمة السالبة، بسط مقام سالب 5 نأخذه بالسالب، سالب 5 تربيع ناقص 4 في 2 في 3 على 2 في 2 4، إذن عطاني كم لو لاحظت عزيزي؟ سالب 3 على 2، وهو مماثل لحلنا. إذن تماثل حل الآلة مع حلنا باستخدام القانون. لننظر الآن إلى الحل التدريب التالي. في البداية لدي معادلة، هذه المعادلة من أي درجة؟ أحسنت، من الدرجة الثانية. في البداية أنا أكتب الصيغة العامة لهذه المعادلة من الدرجة الثانية لكي أحدد قيمة الـ A والـ B والـ C. إذن الصيغة العامة للمعادلة من الدرجة الثانية A X تربيع زائد B X زائد C يساوي الصفر. بناء على ذلك عزيزي وعزيزتي، كم قيمة الـ A وكم قيمة الـ B مع الانتباه للإشارات؟ أحسنت بطل، إذن قيمة الـ A كم عطانا إياها؟ ممتاز، إذن قيمة الـ A عبارة عن 1، وكم قيمة الـ B؟ أحسنت، 2 ولا سالب 2؟ أحسنت بطل، سالب 2، لابد أني أنتبه للإشارة. وقيمة الـ C كم؟ أحسنت بطل، قيمة الـ C عبارة عن سالب 24. نستخدم طبعا بحل القانون العام، وهي عبارة عن x سالب b موجب أو سالب b تربيع ناقص 4ac على 2a. نبدأ نحل هذه المعادلة باستخدام القانون العام، ومن ثم يطلع لي قيمتين للx، نتأكد من حلها في الآلة. إذن x يساوي كم؟ سالب القانون. كم قيمة الـ B؟ أحسنت بطل، سالب 2 موجب أو سالب B تربيع اللي هي سالب 2 تربيع ناقص 4 في 1 في سالب 24، تمام، ما ننسى الإشارات، على 2A اللي هي 2 في 1، تمام. إذن هذا يساوي كم؟ سالب في السالب كم عطاني؟ موجب 4. نكتب موجب أو سالب، نشوف نفك العمليات اللي موجودة تحت الجذر، سالب 2 تربيع إذن 4 ناقص 4، طبعا ناقص هي السالب، ناقص 4 في 1 إذن ناقص 4، ناقص 4 في ناقص 24 إذن ناقص مع ناقص موجب، و24 في 4 إذن 96 على 2. إذن x يساوي موجب 4 موجب أو سالب 96 زائد 400 على 2. إذن هنا الآن الـ x 4 موجب
أو سالب جذر المية بعشرة على اثنين. لو لاحظت أنا لدي قيمتين لقيمة الجذر، إما بالموجب، إذا أنا أوجد قيمة للإكس بالموجب، على ماذا نحصل؟ نتأكد الآن. إذا إكس تساوي أربعة موجب عشرة على اثنين، إذا 12 على اثنين، إذا يساوي ستة. ونوجد قيمة بالسالب لقيمة الجذر، فأحصل على x الثانية تساوي 4 ناقص 10 على 2 اللي هي ناقص 8. لابد أني أنتبه نطرح وناخذ إشارة العدد الأكبر على 2. إذن الثمانية كم فيها من 2؟ 4، وما ننسى الإشارة. الآن أنا أوجدت حل هذه المعادلة باستخدام القانون. هو يريد أن نتأكد من الحل باستخدام الآلة الحاسبة. لنلاحظ الآن استخدام الآلة الحاسبة أوجدناها. لنتأكد، ناخذها الآن بالقيمة الموجبة، بسط ومقام سالب، ونفتح قوس سالب اثنين ونسكره، تمام؟ ناخذها بالقيمة الموجبة، قيمة الجذر الموجبة، إذن هنا سالب اثنين تربيع ناقص أربعة في واحد في ناقص 24 على اثنين في واحد اثنين، إذا أعطاني كم القيمة؟ توافقت الآلة ستة مع القيمة اللي احنا طلعناها اللي هي كم؟ سالب، عفوا، اللي هي عبارة عن سالب ستة. الآن نوجد قيمة الجذر بالقيمة السالبة، نحصل على كم؟ بالمثل نوجدها، إذن سالب سالب اثنين ناقص الجذر التربيعي لي ناقص اثنين تربيع ناقص أربعة في واحد في ناقص 24 على كم؟ اثنين في واحد اثنين، إذا عطاني سالب أربعة كما في الآلة لديك. إذا لو لاحظت عزيزي توافق حلنا باستخدام القانون مع الآلة. إذا بذلك أوجدنا الحل باستخدام القانون المميز، وأيضا باستخدام مين؟ باستخدام الآلة. لننتقل للشريحة التالية. سبق الدوال المثلثية، سبق دراسة نظرية فيثاغورس، ومنها استطعنا إيجاد طول الضلع الثالث في مثلث قائم الزاوية بدلالة طول ضلعي الآخرين. كما يظهر لديك أمامك، أنا لدي مثلث قائم الزاوية زاويته 90 درجة. على ماذا تنص نظرية فيثاغورس؟ نظرية فيثاغورس تنص على أن مربع طول الوتر ماذا يساوي؟ يساوي مجموع مربعات طولي الضلعين القائمين. طيب، مربع طول الوتر، لو لاحظت عزيزي أن الوتر يرمز له بالرمز A، و طول ضلعيه عبارة عن B و C، إذن مربع طول الوتر، إذن A تربيع تساوي حاصل جمع مربعي طول ضلعي اللي هو عبارة عن B و C، وهذه عبارة عن نظرية فيثاغورس. هذه الكلمات تحولت إلى رموز. وما كما تعرف أن الوتر هو أطوال أضلاع المثلث وهو قائم الزاوية. طيب لننظر الآن، أنا لدي ثيتا، الثيتا هنا الآن المقابل لها رمزت له بالرمز B لأن مقابل للزاوية، والمجاور للزاوية بما أنها بجانب الزاوية، إذا مرادفات للغة العربية، إذا هي عبارة عن C، تمام؟ إذا لو كان لدي مثلث قائم الزاوية، أنا بإمكاني أوجد طول ضلعيه الباقين باستخدام نظرية فيثاغورس. لننتقل للشريحة التالية، هل يمكن استخدام طول ضلعي وزاوية لإيجاد بقية أطوال المثلث؟
الآن عزيزي لو تلاحظ أمامك لدي مثلث، هذا المثلث ما به؟ مثلث قائم الزاوية. بما أن مثلث قائم الزاوية، إذن أستخدم ماذا؟ أستخدم نظرية فيثاغورس. على ماذا تنص نظرية فيثاغورس؟ تنص على أن مربع طول الوتر عبارة عن حاصل جمع مربع طول ضلعي. تمام؟ إذن أنا بإمكاني أني أستخدم نظرية فيثاغورس لإيجادها باستخدام أيضا الدوال المثلثية. على ماذا تنص الدوال المثلثية؟ أنا لدي الدالة المثلثية، أول دالة لدي دالة الجيب وهي عبارة عن ساين الثيتا، وانت تعرف أن ساين الثيتا هي عبارة عن المقابل على الوتر. اللي مقابل للزاوية ثيتا ما هو؟ أي ضلع؟ أحسنت، بي، والوتر أحسنت عبارة عن A. تمام؟ طيب إذا أنا الحين أوجدتها. طيب عندي الدالة الثانية عبارة عن جيب التمام لكوساين الثيتا عبارة عن المجاور على الوتر. اللي مجاور للزاوية أي ضلع؟ أحسنت، سي، والوتر ممتاز عبارة عن A. إذا أنا استطعت إيجاد السي بدلالة الزاوية. طيب الآن الدالة الثالثة عندي ماذا؟ عندي أحسنت دالة الظل اللي هي عبارة عن تان الثيتا وهي عبارة عن ساين الثيتا على كوساين الثيتا. وأنت تعرف أن الساين عبارة عن ماذا؟ الساين، الساين عبارة عن المقابل على الوتر، والكوساين أحسنت عبارة عن المجاور على الوتر. أنت تعرف أن مقام البسط يتحول إلى مقام، فتروح الوتر مع الوتر، فإذا أنا أحصل على المقابل على المجاور. إذا المقابل للزاوية مين؟ أحسنت الضلع، بي، والمجاور أحسنت بطل، إذا سي. إذا أنا بإمكاني، نعم أنه بإمكاني استخدام طول وضلع زاوية لإيجاد بقية أطوال المثلث. تمام؟ باستخدام الدوال المثلثية. تمام؟ إذا هذه الدالة الثانية، هذه الدالة الثانية اللي هي الجيب، وعندي الدالة اللي هي عبارة عن الظل. إذا أنا استطعت إيجاد طول وضلع وزاوية باستخدام الدوال المثلثية.